فيديو بلوجر وجدت خطا خاصا بها على مواقع التواصل يختلف تماما عن المحتوى الرائج والسائد حاليا على صفحات السوشيال ميديا. استقطبت عددا كبيرا من المتتبعين الذين أبدوا اهتماما جديا بالمضمون والمواضيع التي تطرحها. هي سلام قطناني التي ستنضم إلينا مباشرة من دبي، ولكن بعد متابعة هذا الفيديو. الثاني كان يصيبني هو واحد من انواع الانجر اتاكس، فجأة بسكروا دناي وبشوب وبصير قلبي يدق بسرعة وبصيروا ايدي يرجوا وبصير اكيز اسناني وانا مش قادرة استوعب ولا اسمع هذا الشخص اللي قبالي، وخلص انا بدي اروح من هون، انا اذا ضليت هون رح يصير مصيبة، بدي هذا الشخص يروح من وجهي هلا. الموضوع بلش يأثر على حياتي وبلش يأثر على قدرتي على الانتاج وعلى أحلامي اللي حاب أعملها. واحدة من الأشياء اللي ساعدتني كتير إني قرأت كتير عن الموضوع، قرأت كتير كتب وكتير تجارب ناس وحكيت مع ناس إلهم خبرة بهذا المجال. شوف، إحنا عبارة عن ثلاث أشياء: أفكار، مشاعر، تصرفات. الأفكار بتعمل مشاعر والمشاعر بتأثر على تصرفاتنا. هدول الثلاث عوامل إذا واحد فيهم كان مضروب راح تفوت بمشاكل نفسية. فإذا بتحس إنه في عندك واحدة من هاي الأعراض أو أكثر لفترة طويلة، يمكن هاي واحدة من الإشارات إنه أنت طريقة تفكيرك غلط وطريقة تعاملك مع حالك غلط. الشخص الوحيد اللي مسؤول عن إنه تكون أنت مبسوط هو أنت. الأفكار بتقدر تعالجها بالCBT Cognitive Behavior Therapy، إنه حدا يحاول يغير من طريقة تفكيرك، وبتقدر تغيرها كمان من الجهد الذاتي اللي انت بتعمله انك انت تحسن من حالك. سلام قطناني، اهلا بك معنا اليوم في بيلينك. بداية، يعني بزمن بتسيطر فيه الصورة والموضة والفاشينيستاز على منصات السوشيال ميديا، اخترت انه تكوني على الجانب الاخر من هيدا العالم وتطرحي مواضيع اكثر جدية وعلمية، وضحي لنا شو السبب. هلأ مش قصة إنه اخترت، هذا إشي من اهتماماتي، فكان طبيعي إني أحكي بالأشياء اللي بهتم فيها واللي هي بالأشياء العلمية، فما حسيتش إنه لازم أختار موضوع معين عشان أحكي فيه على السوشيال ميديا. حسيت إنه بدي أحكي عن الإشي اللي أنا بحب أحكي عنه، بحب أوصل معلومات للناس وأحكي معاهم بالموضوع، فالموضوع أجا عفوي أكتر من هيك. يعني بلش قبل سنتين كنت بعمل فيديوهات لأصحابي على سناب شات وقالوا لي إنه لازم تعملي الموضوع بابليك لأنه المعلومات اللي بتحكيها كتير حلوة، ومش كتير توقعت أولها إنه الناس يهتموا بإشي زي هيك، لأنه حتى أصحابي بلاقيش ناس أحكي معهم بالمواضيع هاي، مش كتير منتشرة يعني خاصة عند البنات. ولقيت اهتمام كتير حلو، يعني كتير أسعدني إنه ناس. بس هذا الاهتمام مثل ما ذكرتي بالبداية، هذا الاهتمام كان من قبل أصحابك والمحيطين فيك، ولكن كيف كانت ردود الأفعال والأصداء من الأشخاص يلي ما بيعرفوك واللي تعرفوا عليك عبر السوشيال ميديا؟ هلا أول إشي إنه إيش مالها هاي، في إشي غلط، ليش بتحكيش عن الأشياء اللي الناس بيحكوا عنها البنات، ميك اب وموضة وهالأشياء. فكان شوي في، يمكن لأنه ما في ناس كتير بيحكوا بهاي المواضيع وخاصة بنات، فكان في شوية مهاجمة يمكن على كمان الطريقة اللي بلبس فيها، أو مش كتير بطبع الموضة، مش كتير بزبط حالي بس أعمل فيديو، فشوي كان الموضوع جديد. بس صراحة الناس كتير بتحب بتفضل أكتر الشخص اللي بيكون مرتاح مع حاله، وعلى طول بتعودوا عليك، يعني على طول بتعودوا على شخصيتك، وطالما إنه الأسلوب اللي أنت بتحكي فيه بحبب الناس بالإشي، بنجذبوا أكثر للمحتوى اللي أنا بحكي فيه وبهتموش بالأشياء الثانية. يعني أنت بحياتك اليومية هيك على طبيعتك، يعني سؤالي هون لأنك ذكرت بالبداية أنك بتظهري ببعض الفيديوهات ما بتهتم كتير بشكلك أو بطريقة لبسك، هل تتعمد هذه الأمور يعني للتركيز بس على المحتوى، أم أنه أنت بطريقتك بحياتك الطبيعية هذه شخصيتك ما بتهتم بالموضة وبالمكياج بركة؟ لا هلأ أول إشي هاي شخصيتي اللي أنا برتاح فيها بالحياة اليومية، وتاني إشي لو أنه أنا بحب أهتم بالموضة، أطبع الموضة وأحط ميك اب كتير وهيك، كان بعمل هذا الإشي. مش قصة أنه أنا بدي أخلي الناس تركز على المحتوى، أكيد بحاول أنه أكون قد ما بقدر محافظة على شكلي بدون ما يكون في أي إشي مشتت للانتباه، بس بشكل عام لأنه أنا هيك بكون مرتاحة، وأتوقع أنه أحسن إشي الواحد يعمله إنه يكون مرتاح بالطريقة اللي بيطلع فيها بيحكي قدام الناس، زي الطريقة اللي بيكون قاعد فيها بالبيت مع أصحابه. هذا الإشي اللي بيوصل المعلومة للعالم، لأنه هلأ يعني الإعلام الكلاسيكي زي ما بيحكوا
راحت موته واحد، يعني ما تزعل مني بس انه حدا بتحسه انه موجود بعالم اخر وعايش حياه ثانيه وعايش اسلوب ثاني، يجي يحكي مع الشباب ويحكي معاهم عن مشاكلهم وعن اهتماماتهم، مش كتير رح يلاقوا انه حاسين فيه او او انه هو حاسس فيهم. فهلا العالم عم تتجه اتجاه الاشي الطبيعي كتير اللي عم بيطلع مع الناس بعفويه واللي مش كتير باخذ وقت وتكلف بالانتاج وهي الاشياء. ف أكيد. هاي هي يعني قبل ما نتابع هاللقاء رح نتوقف مرة جديدة مع فيديو بتناول فيه موضوع الأشخاص ذوي الأطراف المبتورة. خلينا نشوف مقطع منه ونرجع منتابع هاللقاء. في حاسة مهمة كتير اسمها proprioception أو الإحساس بالجسم. هاي الحاسة هي اللي بتخلي الدماغ يعرف دائما إنه جسمك موجود حتى لو ما عم تطلع عليه، عشان يحس فيهم ويعرف وين موقعهم. زين سلام. إذا الواحد صار وياه العكس، يعني مثلاً أني عدي بتر رجلي ماكو أوكي، بس أني أحس برجلي، يعني هسه مثلاً إذا أغمض عيني مغمضت عيني أشرت على إيدي، مو ضروري أغمضها حتى أني فتحة، بس أفكر أني صدق أحرك أصابع رجلي. على كريستينا فقدت الإحساس بإشي موجود، أنتي صار معك العكس بالضبط، عم تحسي بإشي مش موجود. هلأ مش معروف ليش هذا الموضوع بصير 100%، بس احتمال إنه الأعصاب اللي بمخك وبالنخاع الشوكي تكون معجوقة، يعني بطل يوصلها إشارات من رجلك ومش عارفة شو الموضوع ومحتارة، فردة الفعل الطبيعية إنه في إشي غلط، شحنات. يعني أحس إنه أوقات في نهاية البتر إنه يكون أكو شحنات. نعود لمتابعة هذا اللقاء مع سلام قطناني. يعني سلام، نادراً ما منلاحظ اختيار المدونين والفيديو بلوجر لهالنوع من المواضيع العلمية والجدية، كيف تختاري المواضيع اللي بدك تصوريها وتتناوليها وتعالجيها طبعاً بفيديوهاتك؟ على أي أساس بتم اختيار هالمواضيع؟ حسب، أوقات بكون إشي عم بقرأ فيه طبعاً، أنت بس تبلش تقرأ بشغلة بتفوت ب6000 حيط، يعني بيكون تقرأ بإشي معين بيجيك 10 أسئلة من الإشي اللي عم تقرأه، فبخليك تتفرع هيك زي شبكة من الأسئلة اللي أنت عندك فضول إنك تعرف إيش هاي الأشياء اللي عم تقرأها. فلأنه مش كتير موجود، وفي أشياء كمان بحياتنا اليومية ما يعني بناخدها من المسلمات بدون ما نسأل إيش أسبابها. ففي ناس أوقات بيبعتوا لي إنه حابيني أحكي عن إشي معين، وغير هيك الأشياء بتيجي كنوع من إرضاء الفضول. يعني الهدف من الفيديو ما بيكون إني أجاوب على سؤال، إني أزيد من معلومات الشخص، بل إني أحس أقوي فيه رغبة المعرفة ورغبة إنه يدور على أشياء ويسأل أسئلة ما كانت خاطرة على باله قبل، لأنه هذا الإشي بيزبط من طريقة تفكيره وبيخلي أسلوبه أحسن بالتفكير، لأنه بيخليه يشك أكتر بالأشياء اللي بقرأها. إحنا عنا خاصة بمجتمعاتنا بنصدق الإشي اللي بنشوفه على طول أو بنقرأه، فلما بتتعلم أكتر ويكون عندك فضول تعرف كيف الأشياء بتشتغل بتصير تعرف كيف تفكر بطريقة نقدية وبتطبقها بحياتك الشخصية كمان، اللي بيساعدك إنك تكون شخص أحسن. نعم طبعا من خلال حديثك وبعد مشاهدة هالفيديوهات يلي عم تقومي بنشرها على يوتيوب، وأنا أكيد أنه المشاهدين صار بدهم يعرفوا هلأ رأيك حول ظاهرة الفاشينيستاس المنتشرة على مواقع السوشيال ميديا اليوم. كرمال هيك رح نشوف هالفيديو، ما رح أطلب منك هلأ، رح نشوف هالفيديو ونرجع بعدها لمتابعة القسم الأخير من هاللقاء. كيف الوحدة أصلا بتصير فاشينيستا؟ شو نعمل عشان تصير فاشينيستاس؟ هلأ أول شيء لازم تنفصمي، يعني لازم يكون في عندك شخصية لحياتك الطبيعية وشخصية للسوشيال ميديا. يعني مثلاً طريقة الكلام، قد ما تكون معصبة لازم تضل دائماً رقيقة ودلوعة. بعدين الحروف الكبيرة زي القاف والضاء خليهم كاف ودال. وطبعاً الانستغرام أكاونت لازم يكون مينيمال، يعني لازم يكون تعرف دول بتفتح على صفحة الانستغرام بتلاقي مثلاً على اليمين كلياته صفحات بيض صور بيض، وعلى الشمال كلياتهم كودز وبالنص بيجوا الصور. يعني هيدي من أهم، ويعني وإذا مش فاهمة شيء فوتي على أي حساب فاشينيستا على الانستغرام واعملي كوبي بيست لأنه كلهم زي بعض، فكوبي وبيست. وبعدين
بتروحي بتاخدي قرض من البنك وبتروحي بتشتري فيه تياب وشوزات ومعدات جادجتس، يعني اي شيء يكون من هاي اند براندز وحركات. بعدين هيدول التياب بتصيري تتصوري فيهم لبستيهم او عم تستعملي الغراض او وات ايفر، وبتحطي منشن للشركه او البراند وبتشكريهم ميرسي على هديه، ثانكس مدري مين انه انت بعتلي. طبعا هني ولا معبرينك ولا شيء، بس يعني انه يابا على اساس انه بعتولي هدايا. سلام أطناني، بالقسم الأخير من هاللقاء بدي منك إجابات سريعة ومختصرة لو سمحتي، ليش هالهجوم والانتقاد اللاذع للفاشينيستاس؟ الانتقاد مش للفاشينيستاس، الانتقاد للموجة المزعجة من الاستهلاكية وتذكير العالم بإيش نقصهم وإنه لازم يضلوا يعملوا مصاري عشان يصرفوا هاي المصاري ويشتروا أشياء مش محتاجينها عشان يكونوا كافيين. فالموضوع كان مش قصة انتقاد لأشخاص معينين، بل انتقاد لظاهرة بمجتمعنا بتأثر على البنات الصغار والشباب الصغار وبتأثر على قراراتهم بالحياة وطريقة تفكيرهم وتقييمهم لذاتهم. ولكن كيف بتفسر النسب العالية من المتتبعين والمشاهدات يلي برصيدهم لهالأشخاص واللي تتخطى الملايين ببعض الحالات؟ هلأ إحنا منحب إنه نتابع المشاهير، إحنا بحاجة لشخص يحكي لنا إيش مكانتنا بالمجتمع وإيش الأشياء اللي لازم نعملها عشان نكون ناجحين ومشهورين ومحبوبين. هذا إشي بطبيعتنا الإنسانية، بس الوجود الكتير وإحنا هلأ كتير موجودين متواجدين على السوشيال ميديا، فالوجود الكتير لهاي الأشياء يعني إجباري رح تخلي البنات والشباب الصغار إنهم يتعودوا أو يتأثروا بهذا الإشي إنه يصير أولوية في حياتهم، فأكيد رح تلاقي متابعات كبيرة. هل أنت راضية اليوم عن مكانتك على مواقع التواصل الاجتماعي وبرأيك اللي عم تعمليه رح يغير؟ لا، ما أتوقع أنا شخص واحد ممكن يعمل إشي، مش راضية، بس أنا مبسوطة كتير إنه في ناس عم تهتم بهاي الموضوع أكتر، وعلى الأقل عم بخلي بس واحد شخص واحد إنه يسأل سؤال ويروح يدور على جوابه. حلو كتير. أنا أكيد إنه في كتير أشخاص عم يسمعوا واللي عم يتابعوك أكيد عم يحدثوا تغيير وعم يتغير كتير إشياء بعالم السوشيال ميديا. من خلالك الفيديو بلوجر سلام قطناني، نشكرك على هاللقاء، كنت معنا مباشرة من دبي، شكرا جزيلا لك.